فلما ذكر تبارك وتعالى الغاشية وذكر وجوه يومئذ خاشعة، الغاشية كابن عباس قال هي اسم من أسماء يوم القيامة، لأنها تغشى الناس بأهوالها. غشية هذه تدل على تغطية شيء لشيء، فيوم القيامة يغطي الناس بالأهوال. ومنهم من قال الغاشية النار، لأنها تغشى الناس بالألوان العذاب. ووجوه يومئذ خاشعة، إذا قلنا على عن يوم القيامة أو في النار، يعني خاشعة خاضعة ذالة من الصغر. الإنسان يخشع لله، وهذا الخشوع الخضوع والتذلل لله هذا يعني أمر مهم وعظيم و في قرب لله سبحانه وتعالى. لكن الخشوع هنا خشوع ذل وصغار من العذاب، إما على القول بأنه في يوم القيامة أو في النار. عاملة ناصبة، عاملة إذا قلنا على قول بعض العلماء عاملة في الدنيا يعني تعمل، ناصبة متعبة، لكن هذا العمل كان لغير الله سبحانه وتعالى، يعني الإنسان لم يقصد في هذا العمل الحق، لم يقصد الحق. فمن الناس من عبد الأصنام، من الناس من عبد عيسى، من الناس من ألحد واجتهد، عمل في إلحاده وتعب من أجل إلحاده، قال تصلى نارا حامية. هذا على قول من قال بهذا القول، وهذا يعني له يعني وجه. ومن العلماء من قال كما ذكر ابن جرير رحمه الله عاملة ناصبة، هذا في جهنم تصلى نارا حامية، لأن أهل الجنة في شغل، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل، ما هو الشغل؟ فاكهون. فكهة هذه تدل على التفكه، ولذلك يقال للممازحة يقال للملاطفة هذه، ويقال لها وللممازحة يقال له مفاكهة، إذا الناس يتمازحون يقال يعني يتفاكهون. فكما أهل الجنة، كما أن أهل الجنة في شغل الطيب والنعيم، كذلك الأمر أهل النار في شغل العذاب، يطوفون بينها وبين حميم آن، لآكلون من شجر من زقوم، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. فهم في عمل وشقاء بسبب أنهم في الدنيا لم يهتموا بالحق. إنا وجدنا آباءنا على أمة، عبد الله كما عبد من سبقه، ولو كان على يعني لم يهتم بالحق، فاجتهد في الضلال وفي إضلال الناس، كما حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما حصل في قبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم. عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية. آنية كثر ما غلت، أنت أنت أنت، يعني بلغت الحد العظيم في الحرارة. ليس لهم طعام إلا من ضريع، قال هذا الضريع يعني نبت كان يخرج معروف عندهم يسمى الشبرق،